وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف رشيدي محمود المختص بالأبحاث والدراسات في وزارة الثروة السمكية. أهلا بك سيد رشيدي. بداية، ما هي التفاصيل والمعلومات لديكم عن مبررات اعتقال الصيادين من قبل السلطات الارتيرية؟ يسعد الله مساءكم بكل خير ومساء مشاهديكم الكرام. في الحقيقة موضوع احتجاز الصيادين هذا أمر كان متوقع حدوثه، خاصة نتيجة ذهاب هؤلاء الصيادون إلى مياه بحرية ومياه خارج مياه اليمنية طلبا للرزق وطلبا لصيد الأسماك في بحر يكون هو تابع لدولة الصومال وجيبوتي. طبعا موضوع الاحتجاز هذا نحن طالما كإدارة إرشاد سمكي في وزارة الثروة السمكية تحدثنا وحذرنا وتكلمنا عن عواقب هذا الأمر. ولكن للأسف الشديد في بداية هذا الموسم حدث ما كنا يعني حذرنا منه وتحدثنا عنه، أن دخولكم إلى تلك المياه التابعة لدولة جيبوتي والصومال هي الدول الأفريقية وليست دول تابعة للمياه الإقليمية اليمنية. أما كهذا طبيعي أن يحدث بأن تقوم مصلحة خطر السواحل في جيبوتي بملاحقة الصيادين ومطاردتهم ثم بعد ذلك عن احتجازهم، لأنهم لا يعلمون من هؤلاء الصيادون، هل هم صيادون أم هم أشخاص مهربين أو ما إلى ذلك. يعني الموضوع فيه نوع من الالتباس من الشك، ولكن طبعا مع مجريات التحقيق وملابسات الأمور بيتعرفوا عليهم بأسلوبه أنهم صيادين يمنيين. نتمنى أن يكون البعض منهم لديه هويات تثبت بعد ذلك من أجل أن يتم التواصل مع الجهات. نعم، ولكن أستاذ رشيدي، هل هناك أي تحرك من قبل الوزارة أو الحكومة تجاه الإفراج عن هؤلاء الصيادين؟ في حقيقة الأمر نحن بدورنا كموظفين في وزارة السمكية تم التواصل مباشرة مع الجهات المختصة هناك والمسؤولين رفيع المستوى مثلا بالأخ معالي وزير السمكية اللي هو السقطري، بالإضافة إلى هيئة المصائد السمكية التي هي مختصة بشؤون الصيادين في خليج عدن تحديدا محافظة عدن، علما بأن الصيادين هم ينتمون إلى هذه المحافظة في مناطق ساحلية تنتمي إلى محافظة عدن. الحمد لله رب العالمين وصلتنا أخبار طيبة، ولكن هذه الأخبار جاءتنا من وزارات الخارجية اليمنية وتحديدا من الدبلوماسية المخضرم محمد عبد الله الفقمي الذي يشغل منصب رفيع المستوى في الدبلوماسية الخارجية اليمنية، حيث علم بالخبر بما أن الصيادين أو الصيادين هؤلاء من منطقة فغم وهي المنطقة التي ينتمي إليها، تواصل باتصال شخصي ومباشر مع سفير اليمني في جيبوتي، أكد له بأن الصيادون هؤلاء متواجدون حاليا في مقرات مصلحة خبر السواحل الجيبوتية ويتم التحقيق معهم، يعني تحقيق روتيني، ما الذي جاء بكم هنا وماذا تعملون ومن أنتم وما إلى ذلك، بعض الإجراءات الروتينية تحصل بين دول ودول أخرى. بشر وطمن أهالي الصيادين أنهم على خير وأنهم في صحة وعافية. هناك إجراءات بسيطة سيتخذها مصلحة خبر السواحل الجيبوتي تجاه هؤلاء الصيادين، ثم بعد ذلك سيتم الإفراج عنهم. نتمنى أن يطبق القانون الجيبوتي مع هؤلاء الصيادين بحيث أن يتم يعني أخذ معداتهم وقواربهم ومحركاتهم التي تكلفهم بالملايين وهي مصدر رزقهم. نعم، وصلت فكرتك أستاذ رشيدي، ونتمنى أن توصل رسالتك أيضا. رشيدي محمود المختص بالأبحاث والدراسات في وزارة الثروة السمكية، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك جزيل الشكر.